السلام عليكم البنات، كي راكم؟ لاباس عليكم. مرحبا والف مرحبا، مرحبا باللي كاع اللي يبغيني واللي ما يبغينيش مرحبا بيه، والله يعطيكم الخير والستر. البنات، جبت اليوم راني باغي نحط لكم واحد الفيديو، ديجا حطيته هادي زمان ومازال المسابقه راها مفتوحه. مرحبا والف مرحبا، نعاودها. البنات، هاد لي كادو راكم تشوفوا فيهم زعما دي بلاكي، نقولوا حنا دي بلاكي، مجوهرات، مجوهرات للعراس. اني دايره فيها بليزيو كادو، فيها جو كوا واحد 8 ولا تاع لي كادو اون ميم طون، بليس 100 اورو 100 اورو، وهادو باغي تديهم وحده، عرفتش ندير زوج ولا ثلاثه. كاين هاد المسابقه بغيت هاد المجوهرات وهاد الدراهم تديهم غير وحده، وان شاء الله اللي تديهم تكون مسحقيه هاد الشيء ان شاء الله. وسمحوا لي البنات، كاين جاوني دي كومونتير قالوا لي لي بلاكي راكي ما جبتيش وما حطيتيش المسابقه. نو البنات، انا جبت كلش، مام تاع لي لايف تاع ربع بنات هادو كاني عاد اني جايبتهم، وراني كاتبه كاع البنات اللي كانوا مشاركين معايا، وراها كتبت لي زاهو ديجا راها معانا في المسابقه، هي اللي كتبت لي تاع البنات، وديجا نزيد نكونترولي. والمسابقه راها عاد مفتوحه، هاد المسابقه اللي يجيب لي 5 تاع لي زابوني يدخل بتيراج بورقه واحده، واللي يجيب لي 10 يدخل بزوج وراقي، واللي يجيب 3 يدخل بثلاث وراقي، وهي ماشيه. اللي يجيب لي كل نقطه ب5 تاع لي زابوني، فهمتوا البنات؟ كل 5 تاع لي زابوني يدخل بورقه. البنات، كيما كنت تشوفوا كاين مجوهرات، كاين 7 جو كرو تاع المجوهرات هما هنا، افيك 100 اورو. اول هديه اللي باغي نقدمها اليوم ان شاء الله تكون من نصيب اللي باغيتها اللي راها مسقيتها، هذه سانتور راكم تشوفوا فيها، هذه جبتها شويه كبيره، خوف لا تديها كاش وحده تكون وافيه، ولي تكون قليله تقلع عند البيجوتري، تقلع زوج ولا ثلاثه، وان شاء الله لي تديهم تكون متحقيه هذا الشيء. وثالث هديه هذا الباغور، هواوين حليم السلطان، هي لا غورميت افيك لي بوك دوغي، هواوين هي لا غورميت ولا الكولي لي بوك دوغي افيك اول لا باك، وتالت حاجه كاين هاد راكو تشوفوا فيها هادي تجي هاك، هادي تجي في الظهر وتلتبس، من شافك سموها البنات، هيا وين البنات راكو تعرفوها نتوما كسموها، هيا وين، وهنا في تشديها هكا بلي بوش، هيا وين تدخل هكا ومن هنا تشد بلي بوش، هيا لي دي كوتي، هيا وين فيها هاد السنسلات اللي هنا جايين من تحت، ان شاء الله تعجبكم، يعجبكم هاد الشيء اللي راني ندير فيه انا باش نعاون البنيات، وان شاء الله نكون هذيك المراه اللي شفتوها صح، ولي قلت لكم عليها باش انا نحليت هاد القناه باش نعاون الناس، قناتي للمعاونة. وكاين هذه البنات راكو تشوفوا فيها،
هادي فاني هيا بالعقيق الغوش، هيا توي شابة شيء طويلة حتى هنا. هيا لقيت وكاين البنات هادي ثاني تجي في الزدر هكا شي كيما هاي وينا هادي تجي قدام في الزدر تجي مع تعمر الزدر ما العرايسات كيكونوا دايرين الشده ولا دايرين شي حاجه هذا تسحقهم المراه في الشده هاي وين هاني جبت كلش في هادي اون بلون وهاد الكرافاش البنات هاي هاو هاد الكرافاش وكاين هاد الجبين هاو وين البنات هاو هاد الجبين يجي في الراس يجي في الجبهة ولا يجي في الشينيو هاو وين كاين 50 اورو كاين 100 اورو اسمحوا لي او راه كاين لا سينتور وكاين هاد الباغور تاع حليم السلطان هذا به بالبوك دوغي بلا غورميت وكاين هذا اللي يجي في الظهر كما قلت لكم لبسيه يجي في الظهر وكاين هذا هوسي تاع الخامسة روج وكاين هاد الكرافاش كاين هذاك تاني يجي في الزدر وهاد الجبين وان شاء الله هادشي ان شاء الله هادشي يعجبكم ونطلبوا لربي ان شاء الله يشافيني ويشافي كاع المرضى ان شاء الله ومازال كاين القدام ما غاديش ننسى البنات كاين مفاجات كاين لي رو بلونش كي نغدا له ان شاء الله لفرنسا كاين شده فاني باغي نشريها كاين زوج تاع لي رو بلونش كاين لي سوليه كاين لي صندال بور سواري البنات اللي هم باغي يديروا العراس نعاونهم ان شاء الله بلي نقد عليه البنات اني وعدتكم من وعد وفاء كاين حويجات كاين لي باليز امام كاين كاين لباس وهراني بلا خياطه وان شاء الله ان شاء الله يعجبكم هذا الشيء ولي باغي تربح ان شاء الله تستاهل وتلبسهم بالصحه والستر ان شاء الله و بور لي لايف البنات راهم كاين فاني لي كادو ني جبتهم كاين ديك لابوات الكبيره تاع المكياج اللي جبتها ولي بلاكي غدوه قدام لا نروح لفرنسا ان شاء الله نحطها لكم ان شاء الله طلبوا لي ربي ان شاء الله نكون بصحه جيده وهذه وهاد الفلوس ان شاء الله اللي يديهم ان شاء الله يكون مسحقيهم ان شاء الله كاين شي بنات اللي طوعوا قالوا باش اللي يربحوا في هاد المسابقه راه كاين شحال بنت ثاني ماركيتا قالت بلي اللي تربح هادي 100 اورو نزيفطوها لشريفه شريفه كنت عارفوها مغربيه ساكنه في المغرب ومسحقيه مريضه مسكينه ومسحقيه هاد الشيء باسكو ديال لا شيميو الله يشافينا ويشافيها ويشافي كاع المرضى
وكل واحد اللي يبغي يصدق واللي يبغي ما يصدقش هذيك حالته. وانا اللي تربح ان شاء الله راني نعلن عليها باش نقولها لكي رابحه لا في المغرب، اللي ربحت في المغرب ابخي باسكو منا ما قدش نبعت لها، نطلع لفرنسا باش نبعت لها. ولا كانت من الجزائر لا تكون حدايا هنا، انا نديهم لها، انا وصلهم لها، ولا هي تجي عندي. لا كانت بعيدة هي تجي عندي، ولا كانت غير منا متلمسان وهران ولا منا بالعباس ولا انا نوصلهم لها معليش. بس على كانت في الجي ولا بعيد ما نقدرش البنات تجي هي وتدي سويلحتها، باسكو هاد المجوهرات ما قدش نرسلهم في لابوست بريميرمون، ما قدش ما من الفلوس ما قدش نرسلهم لها. او ان شاء الله يكون يعجبكم هاد الفيديو، وطلبوا لي ربي ان شاء الله يشافيني ويعافيني ونوصل بخير عند وليداتي، والله يفرحكم ويفرح جميع المسلمين ان شاء الله. ومع السلامة البنات، مع السلامة، بيزو، مع السلامة.